Thank you السلام عليكم معكم فوكس اليوم جايب لكم مقطع جديد كريزي فوكس الحلقة السادسة طبعا مثل ما شفتوا بالخلف الكواليس بنينا هذا الشيء الجميل الخرافي وادري ان بتعطوني رايكم الحين بالكومنتات لان لازم تعطوني رايكم وادري ان عجبتكم خلف الكواليس فقلت يلا لعيونكم سويها مرة ثانية وبشكل احلى طبعا سوي سيري ثاني لان ما سويت سيري ثاني هنا اظن عندي وول الحين عندي وول ولا ما عندي وول والله ما ادري عندي ها طبعا البلوكات هذه تسوي فيها ما ادري هذا لكن يعني آه طبعا عندي مشكله يا عيال باللعبه فاللي يعرف هالشيء ويعرف الحل يقول لي لان شوفوا دائما الميني ماب تختفي ويرجع كل شيء لما اطلع وادخل فالحين بوريكم شوفوا الحين صار ولا شيء ولا كنا نحفظ شيء بس نحفظت هذه المنطقه وهنا نحفظت, نحفظت وهنا وكل شيء محذوف الباقي اسود تذكرون الحلقه مشينا كثير اشياء بس ما ادري شو المهم رايكم بالبيت البيت طبعا فيه هنا مقر انا ليت هنا ما ادري يمكن اشيله بعدين آه هنا طبعا تنزل المقر تحت هنا طبعا سويت وول طبعا ليش سويت الوول هذا لان كلكم قلتوا لي النمل ياكل الخشب فقلت ما في الا الحل اني اسوي هذا الشيء اللي هو السور العظيم طبعا انا ادري ان المفروض اني ابني من صخر من البدايه لكن سويت خشب وبعد ما سويت خشب تذكرت انه لازم ابني وول لأن عشان ما ياكل النمل وكذا قلت اوكي مو مشكله طبعا ما في طلع العالم او ما في طلع الا انك تنقز من برا كذا ورا السور آه لان ما سويت الشيء بسبة ان كنت مستعجل وفوق هذا احتاج ستيكي بستون آه لاني بسوي بوابه اوتوماتيكيه هنا طلعني للعالم طبعا يعني صار البيت باختصار انه في دور ارضي وفي دور فوق ويعني راح ابني هنا واحد ثاني جنبه واحد ثالث ورابع فيعني اعطوني اقتراحاتكم فبيكون هذا الشيء كذا اوه لا طيح لا لا اوكي فيب اظن عندي اشياء كثيره انا اخذتها توي قبل شوي عندي ستيل لافا اوكي وش فايدة مالتي بلوكس مالتي يوز ان بارم فلاير ليكويد اظن هذا يعطينا تانك هذا يعني تقريبا لحظه نطير اظن هذا فايدة تانك يعني تانكي يعني تحط فيه اغراض داخل اظن اظن فاظن نحط داخله مويه او شيء ويتعبى ما ادري صراحة فا بروح اجيب بكت مويه وبعبي ما ادري طبعا الحلقة الجاية ممكن تكون مزرعة لان المزرعة ما ودي اسويها بسويها كذا نفس خلف الكواليس وكذا حركات عشان ريد فوكسي بخرف خلف الكواليس اكثر فاي بسوي لكم خلف الكواليس لحظة اقدر اخذ مويه النذر ما اقدر هذا اللي ما شاف البث يعرف وش سالفتها. <applause> طيب خل اطلع كذا. طبعا راح اسكرها لان ما ابي احد يدخل علي. اي تورت، باخذ هذا وهذا. اوكي. بجربها. صراحة ما اعرف انا شي. المشكلة يا يعني عيال والله الهنجر ينقص بسرعة. اي وبوريكم شيء توي لقيته بداخل ال داخل سكن الحين بوريكم اياه. الحين اسكر هذا. نصعد الى مقرنا طبعا هذا الشيء اللي بوريكم اياه اللي هو هذا بحطه هنا لا ما اقدر احط تبن اوكي بحطه هنا اوكي لازم مويه نسيت اصلا عادي نسيت انه يحتاج مويه طيب خلينا نصعد هذا اللي باد بس ما ما ديك. ايوه حطيته شوف اي شوف تينج يعطيك جنبوست فالمفروض اني احطه هنا بس ما ينحط خلنا احطه هنا عشان بنقز كذا هون الله والله حلو لا لا خلاص خلاص ما احتاج هذا حط هذا واحد ثاني ف لحظه تلق يصعدك فجاه البيت فوالله صراحه الفكره حلوه فاذا تبي تنزل فجاه تصعد فجاه المهم خلونا نجرب المويه الحين احطها نشوف بسم الله كم مره راضي نحط okay. اوكي يقول لك هو must be in bottom of two layers of liquid ما ادري كيف المهم انه يبيله تو لايرز المهم خلها حاطه الحين هنا فجولي لي رايكم ادري ان كذا كني محبوس كني بحديقة حيوان بس يعني يعني حلوه باختصار ما حطيت اغراضي اصلا نسيت مرة ثانية بحط اغراض كثيرة أه بالحلقة هذي بدي اسوي انشانت تيبل ويعني اسوي اشياء كثيرة طبعا ما ادري اذا في انشانت تيبل ثانية وبدخل يعني عوالم ثانية اوكي وانشانت تيبل تحتاج سيديان كتاب واثنين دايموند أم بس اظن ان عندي دايمت حبه وعندي وعن حبه ثانيه هنا والله عندي كثير دايمت بحط اشياء ما احتاجها داخل احط اشياء هنا بعد ما احتاجها ام اوبسيديان ايوه بقول لكم شيء برسبن وحش اسمه النايتمير بتقولوا لي هذا من البوسات التسعه لكن ما يهمني شيء انا ريد فوكس اشقهم شق هذا وين النايت اللي هو هذا شوفوا لا مو هذا وينه اظن اني يا انا لقيته بس ما ادري وين <وعليك> اوكي وهذا ابل بخليها بسويها بعدين ابو الكاو بسوي مزرعة لان عندي وحدة هنا ابو هيك. آم... نايت مير وينك نايت مير تيتانيوم او عندي تيتانيوم اور اوكي هذا يسوي لي المهم علينا بس المهم ابي وريتكم اياه بالبث مباشر صفر يمكن عندي اياه هنا ما بحط البلوكات هذه اللي تسوي بويزن وينها؟ حطها بسرعة اوكي اعطيناها هذه طبعا لها فائدة ما ادري ايش فائدتها بس لها فائدة طبعا الحوسة التشستات ما راح اعدلها الا بعدين لان ما لي خلق فما ادري صراحة إن هذا الشيء اللي كنت ادور عليه من زمان بس للاسف ضاع علي ولد وجبتي طيب هنا في اوبسيديان ما في اوبسيديان شو الوضع صار ما في اوبسيديان ابد وقت وح... ما نحتاجه لك... ما نلاقي ولا شيء وهذه اند بورت اللي لقيناها ما راح نسويها الحين وللأسف ما في اوبسيديان فراح نحتاج ان ندور اوبسيديان ونسوي اوبسيديان وبعدين نسوي كتاب فاول شي راح اسويه اني راح اسوي إن انزل هنا في كيف طبعا فبنزل كيف بشوف اول شيء قبل كل شيء بشوف السكنات اللي جنبنا بعدين نسوي الانشتات تبي اخر شيء الحلقه هذه صراحه ما ادري ايش اسوي يعني باختصار انه يعني قولوا لي بالكومنتات طبعا ادري برجل هذا في دايبوت في برجل هذا ما احتاجهم انا اقول لكم بعدين اخذهم مالي خلق الحين انا اول شيء اسويه اني استكشف هذا بعدين اسحب عليه ما ابي برجل شيء ادري ها هذا جولد ها قدامي ما باخذه كذا اعداد ابي اشوف بالكومنتات عين لا, لا. لا, لا, لا. اوكي ما عندي انا شو اسمه اصلا اصلا هذا ما اخذها من قبل ما ادري ايش فيني انا شوف اللي بعده اي اوكي اي اوكي بوريكم هذه اللي لقيتها ثندر ستاف اوكي ادخلني اوكي وين الاغراض؟ اظن انها طايحه انا زي كل مره اوكي ما فيهم شيء هنا دائما جنبي ما فيهم شيء شوف هذه فائده البليز تحترق ترجع زي ما انت خلنا خلنا نفجرها هذا طبعا لقيته داخل سكين فا سميت منها شيء ما يفجر يلا اوكي ما في شيء شو وضع ام السكنات البايخه هذي اوكي الدجاجه هذي لقيناها بالبث وما دخلتها فبدخلها الحين هذا حسبته والله شو اسمه اوبسيدين انا اسف والله شوف وجهه مفجوع زي <applause> زي ما اح شك شك هي هي طبعا احلى شيء الحركه هذه اح وخ سيف البو البو يبل الكلب اصبر لازم اعطيه ديرت البو البو اعطي البو يا ولد دبل لي البو شو عمي ولي اخذ البو طبعا هذا جلتش البو طبعا ما في دبل بس والله اخذ البو صراني اوكي باخذ دجاج مطبوخ والله حلو فوت 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 ببلاش اوكي اخذه ليش ما ياخذك يا ضغط شفت ليه ما ياخذ ناخذ هذا خصوصا هذا كريليا مدري وشو فلوس هذه ما بيها يلا بعدين ندورها لان دورت الفيلجر تقولون عنهم يتغاضون من بنك ومدري وشو ما لقيت شي يا يعني. عيال طلع كله كلام فادي ما في شيء فيب اقول لكم انا وانا انا حاليا بستكشف المنطقه الجنبي والله تشوفون هذا الموب هذا اللي كنت اقول عنها الدوده هذه دا 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 دا. ما ادري كم اصلا هي هذه هي. اوف الا اقتلها الا اقتلها اليوم محت هلسي ازعاج 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 نقدر 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 شاطتني جلد دروع لحم وهذا كله وشويه ينكسر البو وحالتي حاله وما طلع أو لحظة روبي جوز واو واو بيج بارثة هذا يقولولي انه يسوي لنا سيف في فهذا يعتبر من الاشياء اللي نستفيد منها اوكي التمت سورد طيب التمت سورد شلون نسوي او صح هذا لازم يورانيوم تيتانيوم بس الكراكن توث تيركس نايتمير مافي ما في اوكي بس المهم انه حصلنا شيء من البوس انا كان عندي اشياء كثيره من البوس فيب هلا بالمزة هذه كانت لا هذه ما تزوجناها احنا المهم انه ما لقيت شيء اتزوجه يعني ف عشان كذا انا سحبت عليها طيب بيتي هذا آه صار مميز يعني صار في دائرة كذا سور هذا هو جنبي في كل شي صار مميز. هنا في واحد جاي جنبي نايم فا كذا ننخم أمه كذا فجأة. دايموند حلو. اوكي هذا كان عندي. طيب هذا كم يعطيني دروع أشيله؟ نفس الشي ترى أظن الفرق بينهم أنه ما يتكسرون وكذا يعني ما في فرق بين الأشياء. إي وهذه قرية أظن أنه استكشفناها من زمان من زمان من زمن أهم شي من زمن يا ولد. لا هذي ما استكشفناها هذي جديدة علي. اللي يتغاضون بالفلوس راح يكونوا مفيدين فنشوفهم هلا ولا فيكم خايفين مني ترى ما اعطكم انا هذا نام هنا يمشي يمشي يبشي 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 هو نايم تا تا ما ما بضرب كانت تضربني ليش بس خنطير خنطير نسحب عليهم قرية ادري فيها فيها شو لكن تحول يالله لكن احس انه ما ما يطير طيري. اوكي يمكن يكون في انشانت تيبل هنا او شيء من هناك تستفيد منها يعني أخذ احسن من سوينا يعني اوكي في كتب ناخذهم عندي انا بيكاكس ايه عندي هذا سويته من الخشب المعتق اصبر اقدر يمكن اقدر اخذ السلك توتش بالبكاكس شوف نجرب اعطاني اي أيوة والله ليش قاعد كسرة انا ليش ليش يا ريد فوكس ليش الحين ليش يا ريد اوكي خلاص اوكي بشوف جنبه ما في شيء انا ما في شيء آه هنا في شيء هنا, شي. هنا في واحد مسكين نايم خلوه سكلي الباب انا اسف اني ازعجتك نشوف واحدة ثانية يمكن نلاقي شيء ثاني اي خرفان خرفان <applause> اوكي بقر عشان ناخذ منهم لحم وجلد كذا يمكن نحتاجهم نجمع اباد يعني بعد لشيء كذا نستفيد منه فهذا هذا الشيء ويمكن نستفيد منه بالمود باك ما ادري فنشوف يوز واو نقدر نسوي فيه باك بانك نقدر نسوي فيه لاعب مانيكوين شو يور equipment اوف وذ كريبي مانيكوين رايت تو جيت اوه بشوف المانكون هذا احس المانكون تشالنج تعرفون هذا نسيت اسمه اني أه من باني منني قدي هذا ما عرفت الاغنية ها اوكي <applause> ظلام okay. وما عندي شو اسمه اه الطريقة طريقة انك تفتح جسم اي يا حبيبي هلا بالعيال الحين نسوي شات بيبل اوكي okay. ما اشوف شي انا فا ما ادري وين اروح صبر برايتس عالي برايت الحين اوكي okay. ما ادري نروح مني اوكي okay. هنا هنا ياب هذا هنا تشست فين حطيت ايتم فريم ام سد نستفيد منه ما أشوف شيء فراح ننزل مره ثانيه ونشوف مني منك ما عندي كول للاسف نسيت اني اجيب معي كول فلحظه لحظه ليش ما استعب البو يعتبر انه يضيئ لي صح او اكسر كذا قلبه زي كذا شوفوا ما في اغراض للاسف الشديد هذه هذه اللي بعد اللي لقيتها يا يعني. آه باك باك هذه تعطيك تعطيك نايت فيجن فنستعملها نستعملها بدل هذه شو فينا نستعمل هذا ايوه نايت فيجن يلا اعطيني نايت فيجن البس لازم انزل نزل هذه بعدين البس هذه اوكي نايت فيجن خلاص الحين وضعي في السمبتيك خلينا. هنا نشوف نرمي الاغراض ما نحتاجها هذا شويه خلاص انت كثير ما نبي منك اوكي هنا جست ما في شيء وهذا ما في شيء نفتح التقرا هنا ما في شيء ونطلع امم هذا تونا داخلينها خلينا نشوف نستكشف القريه وهكذا اوكي الويتش خل نقتله ونشوف هل طلع لنا شيء ولا لا أم بوشنات وستكس ما ما نحتاجه اوكي طبعا انا دورت انشان تيبل قلت يمكن في انشان تيبل مختلفه عن العاديه فلاحظت انه ما في شيء يعني مختلف فقلت يلا مو مشكله شيء عادي يعني فهنا ما في شيء هذا بيت ايش رايكم متزوج بالحلقه هذه المشكله انا ما اعرف كيف اتزوج لان دورت حريم ما في كلهم يعني بس يخاووني بس يصيرون جير فريند كيرل فريند فا يب هذي تحتها ما في شي هذا ما في شي اوكي اظن إنه بنسوي انشان تيبل فخلونا نرجع مكاننا بس الكتب ما تكفي فودي اني اروح القرية العظيمة الكبيرة هذيك تذكرونها اللي كانت فيها كتب واشياء خرافية وفي كلاود هنا فبروح اخذ ال... اشوف فيها بيت او شي مني من هناك يفيدنا طبعا عالم النمر يا عيال والله خرافي طبعا هنا في مستنقع لكن ما لقيت فيه اي ذرة من السلايم اوه والله وش هذا امراد سكويد شوف من جاي يضربني انت ما تستحي تضربني انت ما تستحي ها يلا وخر مشكلة البور راح يتكسر فلازم اطوره اجيب له تطويرة بريكنج فاللي عنده اي حل او اني اشوف هذا وشو هو وهذا شكل بيت الوتش ما ادري وشو ما خلنا نقتله يا الحيوان تعطيني سنونس ها انت تعال بس كنت هاي هاي خلاص انا اسف انا اسف اني جيتكم خلاص خلاص بويز 27 ثانيه يا ليل طيب ننتظر ننتظر انا ما يروح ان شاء الله ما يقتلنا بس لو قتلنا راح نروح فيها يعني اوكي يب نص قلب يخليني نص قلب ليه اوف عشرة الاف! يا ابو واتشاند اقدر اسوي فيها اشياء تفيدني. كيف سبايدر بين؟ ريموفز بويزن افكت ون. اوكي. كيف بشوف هذا وش عنده؟ بمكن باي هنا اغراضي احطها كذا شفيني انا ما احط اغراض. هذي كذا ما اقدر احط باك باك داخل باك باك اوكي مدري شو هذا بعض الاشياء ما تنحط داخل باك باك زي هذا شو لا تنحط إذا ما اضغط شفت ما تنحط ام من مية من خمس مية ناخذ آيس ناخذ عشان بعدين نقول نستفيد منه ونحتاجه هذا ناخذه فيلا مع السلامة يا سكوت أبو القلب اوكي ام هنا هذه باخذ منهم الكتب عشان يكون كل شيء جاهز ما نسوي اي شيء فقط نسوي الشات تيبل ونحطها انشانتنج اوكي اظن ان هذه اللي يكون فيها الكتب والسفن والاشياء الجميلة لحظة هذا وشو؟ اوكي ويتشر اوف ذا حط الدخل كله كتب تورن بيج أبا اخذهم كلهم كل واحد من نوع وبشوف يمكن نحتاجهم ف إللي عنده أي شيء يقول لي يعني إذا لها فايدة أو لا، لي بالكومنتات، إنتم بالكومنتات تفيدوني وإستفيد- يعني يعني بمجاطع جاية يعني أشياء خرافية إنتم ما تعرفونها فأعلمكم عنها وإنتم تعلموني يعني نستفيد وتفيدوني، أوكي هذا الشي الجميل إللي أنا أدور عليه لفترة دل 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 بس طول التكسير بس على الأقل ناخذ سلك توتش يعني أحسن من إني أكسر أسوي كتب مرة ثانية فنستفيد، نستفيد ونفيدهم. تبون صراحة ما أدري ولا أحط آلة التطوير وممكن أحطها تحت ربي إني انخرشت والله قلبي هيا لا ناسف لكن راح أقلل الأصوات ربي إن قلبي والله خرشني لا تدرون الساعة كم عندي الحين عندي الفجر وكذا يطلع صوت والله العظيم خرجني انا كذا هادي وقاعد اجمع و... وتحمس اخر شيء كذا يطلع صوت والله ما هكيت منكم يا مايكروبت <applause> يعني ادري انه ما تخرج مايكروبت لكن تخيل صوت فجاه يطلع لك كذا تنخرش اكيد اوكي لقلك تلعب ما ادري شو وضعها لكن يلا تشست هذا اوكي في كول وفي تفاح في بلوك اوف ستيل اوكي بس خل نهج لان طلع لي صوت يخرج فخل نهج منهم انا اسف والله الصوت هذا من من مشو يكون من هذا ما ادري المهم انه صار الصبح الحين احس اني مرتاح داخليا اوكي بيتي نوك اوكي لازم اروح هناك فيمكن تلاقي بطريقنا شيء مفيد وبفتح لكم لكي بلوك لعيونكم اوكي هذا راسه دكتور هوب بوابه دكتور هوب هاي نسيت ان هذا يتاثر بالمويه اي 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 طيب خلاص تحولنا يا ولد اوكي اخذنا بيت دكتور هول اللي ازعجتوني فيه ما ادري ايش وضعه دكتور هول بس ان ما اعرف يعني ايش فائدته اوف شوف شكلي خرافي يا هذا ما ادري ايش وضع البيت سويته بالبث المباشر لكن ما عرفت استعمله فاللي يعرف عنه شيء يقول لي يعني يفيدني وهذا اي وانا استفيد موث بلانت ما ادري وش هذا لكن بنشوف يمكن له فايده يعطينا مني من هناك فيعني آه... اوكي هذا ويت نقدر نسوي فيه خبز نستفيد منه اكل لكن راح اخليه هنا كذا تذكر طلع لي الشيء الخايس هذا اللي ما يموت اللي قرب يكسر البو حقي اصلا عادي بكتب بكتب عن بريكنج بعد شوي بشوف وش فيه بالان واشياء كذا مفيده هذا وشو شوف شيء غريب هنا انا ممكن نستفيد منه كل شيء كل شيء يرد فوكس اخذه وبعدين هذه نصيحة واحد كتب لي اياها بالكومنت اخذ كل شيء وبعدين تستفيد منه طيب هذا ما ينكسر شو وضع اوكي انكسر تعال 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 اوف ليش ليش يمشي كذا اوه السكويد يخليني امشي بسرعة ما تسبح رهيب والله اكواستون ستون فائدة لنا بس بلوكات اوكي شكرا على انك كلمتني وكذا بس انه ما نستفيد منك المهم خلونا نروح نسوي على التطوير وما نطول اليكم ولا التطوير لان راح نستفيد منها راح نسوي لك بلوك ونشوف الاشياء الجميله اللي فيها طبعا عيال يعني في زاويه تحت في اثنين كذا صايرين هنا هذي حقت الباك باك كذا مرات يتعبى هذا شو فايدته انا هالشيء بصراحه حاولت في يعني اتعلم لها من غيركم لكن ما عرفت فما لي غيركم يا جماعه اوكي على التطوير بحط مكان شفت المكان اللي قلت لكم بسوي فيه حق المشتركين وكذا آه قررت اني خ... اوه لا تدرون شلون بسويه هنا مكان السرير القديم تذكرونا خلاص هذا راح يكون حق المشتركين في واحد كذب لكم طويل لكن آه بحط ان شاء الله بالحلقه الجايه لان بها بحلقه تكون مخصصه عرفتوا البكاكس وينه اوكي هذا البكاكس <تصفح> سالت انه مو موجود اوكي انا كسرت هنا اي اي سكر هذا اوكي احس اني بوسعه شوي احسن هنا تقريبا هو يكون كذا اوكي كذا تمام سكر هذا هو اصلا راح يتسكر هذا ما راح يكون مبين فاخله كذا طيب الانشنتيف راح تكون هنا ف اظن ورا شوي يب نكسر هذا لا نكسر بهذا بك عشان ما يروح علينا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة يعني مكان الانشان تيبل قولوا لي عاد حلو ولا لا اكيد حلو اكيد حلو يعني ما انا فوق البيت ما راح اسوي فيه اشياء كثيره يعني ما راح احط اشياء مالها داعي بحط اشياء مهمه كذا اشياء رومانسيه امزح امزح بس يعني اشياء تفيدني اوكي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته اظن كذا كافي ما اوح والله ما يكفون <تصفح> كتب 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 اوكي هذا ما يرجع لي الكتب حقي ابي كتب حقي انا وينه اوكي هذا آه هنا في واحد أم طيب نحط هذه كلها ما ادري كيف اسوي اوكي صراحه هذه نسيت كيف اسوي هذا اوكي ار اوكي خشب احتاج الخشب وينو الخشب وينو اذكر جمعت خشب اخر مره ف... يلا هذا هذا يمشي حالنا انا الخشب استعملته بالبيت اللي فوق اللي ازعجني خلاني اجمع اشياء كثيره انا ما اسويه يعني صراحه اخذ مني وقت كثير فنستاهل لايك يعني على هالكلمة الحلوة يعني اوكي آه، واحد اثنين واحد اثنين على الاقل كذا شكل ترقيع بعدين بسوي اكثر فالة التطوير راح نسويها الحين صراحة ما ادري اذا يكفون اربعة ولا لا فبشوف الانشان تيبل كيف تسويها يوز ان شاء الله يكفون ان شاء الله ايوه يكفون اربعة على العدد واحتاج كتاب لا يا حبيبي طيب ينفع هالكتاب ولا ما ينفع؟ بدري المهم خل بوك ان شاء الله يكون عندي اشياء البوك اكيد عندي أظن تحتاج أوراق وجلد فالجلد عندي، بس الأوراق إذا كان عندي الليفز هذا، ما عندي، وين الليفز؟ مو الليفز اللي يكون شوجر كين، والله متذكر كان عندي، أوكي بشوف الباك باك القديم هذا، الأفس الشديد، الأفس الشديد لا يوجد، طيب عندي أوراق أنا، ما عندي أوراق هنا؟ وهنا ها شكركين كين انا قلت لكم متاكد بس أتصدق يا ريد فوكس ليش ليش سويت كذا ليش يا لول والله يا عيال اسوي حركات غبية انا طيب ما في اوراق اوكي بروح اجيب انا اتذكر انه كان في جنبي هذا شكركين كين بس ليش الحركة اللي سويتها توي من الاستعجال عرفته كذا اوكي هذا شكر كين شكر كين شكر كين عندي جنبي قريب مني ما لا تزعلوا لا تزعل, تزعل يا لطيف اوكي يلا خلينا نرجع مكاننا أوي, اوي اوي أوكي يلا يلا الحق يا ريد فوكس. اوكي وصلنا طبعا التانك هذا ما ادري شو وضعه حطه كذا. <applause> طبعا ودي اسوي كونتر كونستركت بس ما ادري كيف اسويه فخلوها بعدين حلقه جايه. فيب اوراق نحطها كذا جلد حطه هنا اوكي كتابين يكفون. آه آه يب الحين نسوي له هذا. دايموند عندي يا عندي حبة دايموند كذا. هذا بلاك وول يا ريد فوكس بلاك وول. تعرف تفرق بينهم؟ حبة واحدة هنا وكتاب واحد. لحظة كيف؟ <hesitation> آه يعني انتم إن اسمه؟ حبتين دايموند هنا، اوكي. لا آه طلع مسويها صح أنا. تون تن تتوووووووووووووو آلة التطوير. اوكي. ابي اطور لا ما بطور هذا طور شيء يفيدني طور دروع أم... آكس البو البو اقدر اطوره ما اقدر محتاج كتاب ان بريكنج فما ادري كيف اسويه ف يلا ليفل 28 سول او ستي... ستيلر ما ادري سول ستيلر لكن بجرب الحين يمكن يفيدنا ما دي هي تطويرات خايسه ولا لا لان في تطويرات جديده من شو وضعها كبشوف البوكس في بوكس صح بوك في اشياء كثيرة هنا انشان تيبل بيت اوكي بس تضغط كل كيمين يطور لك واو والله شي حلو يحتاج بسيدي النقت ودايموند وبوك وهذا اظن عندي بسيدي النقت انا تحت لكن يمكن يفيدنا يعني بالحالتين ما عندي للاسف هذا بشي نقت عندي حبة واحدة لكن في أشياء غريبة يعني. فود بلس بوك اوكي الورك ورك توب هذا ما أدري شو هذا لكن أظن إنه في شيء ورك توب كي ورك بس بكتب ورك أوكي عندك هذه فانسي ورك بنش أم أظن إنه بس كذا شكل فما أحتاجها يعني كريستال ورك بنش تاج كريستال بلانك كروس بو احتاجه أم جايد بوك تحتاج كتاب وكومنت والله اشياء كثيرة سبيد هذا يعطيني سبيد increase the rate at which it works ستارز workbench اي هذا شيء وش هو يا يعني. آه, عيال محتاج الكترونكس ومن الكترونكس تسوي هذا ادري وش هو آه, يبي له دوخة والله يبي له جمع خلف الكواليس انه ما ودي انكم تطفشون بالحلقة وتقولون كذا ها آه, هذه نسويها هنا ايش رايكم؟ واحد واحد اوكي واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين اوكي راح يكون في اختلاف بس احطه هنا احسن واحد اثنين ما يكفور اصلا اوكي انا نسيت انه يحتاج اكثر بس المهم انا خلها كذا اي التواليت تواليت عشان ما نقول توايليت انا كل مرة كنت اقول فاظن انه عرفت كيف اسويها يبي ورد احمر وتذكرت كيف اسوي ورمي حبه دايموند وكذا فما راح اسويها الحلقه هذه لان احس ان تويليت صعب اني ادخله عالم فيه بوسات كثيره مثل ما واحد قال لي فبسوي لك بلوك لك بلوك كل مره تزيد حظه عن طريق الشيء هذا فاول شيء بسويه اني بسوي بلوكات اوكي والجولد انا ما عندي جولد كثير فاحتاج الدور اوكي عندي بلوك في جولد فاظن اني كفي اوكي بس بسوي سبنسر آه عندي كبسون، ما عندي كابلسون هنا ولا هنا هنا اوكي okay. سوي كابل هذا سوي دسبنسر دسبنسر يا ولد كيف سوي دسبنسر اصلا دروبر اه اوكي okay. بيلي ردستون انا اظن انه ما عندي ردستون انا ادري انه ما عندي ردستون اصلا اصلا اوري ما عندي ردستون تعال انت هنا ردستون ما عندي ردستون اظن بالباك باك, باك بس ما ادري وين الباك باك راح <تصفيق> <تصفيق> اوكي هذا هو شيل يا ولد اوكي اقدر اضغط على يمين اوكي اي انجر ستون حلو 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 حبه هنا وحط هذا هنا ولاكي بلوك نسوي يلا آه ثلاثة لاكي بلوك ما ينكفي اوكي اثنين ودايم انت جنبه او ونشوف لا يا حبيبي كل هذا وتاخذ بعد لك. اوكي بعد نحط له بعد اثنين. اوكي بحط له بعد حبتين. اوه اوكي بحط حبات كثيرة. تنج. بخلي لك مية بالمية بشوف ايش يطلع لي. اذا طلع لي شي خرافي راح يكون شي رهيب. ستة وستين مية. اوكي لك بلوك مية ولك بلوك ثاني شوف ايش يطلع لنا. واحد اثنين. بحط وراها إمراد اذا ف... ما ما كفى يعني الامرد الزايدة هذه نحطها اوكي يزيد اكثر الإمراد تكون نحط هذه يم... يمدينا نحط فلوس كذا نقردنا اه ما ينفع للاسف الشديد ما ينفع نحط دايم مرة ثانية اوكي مية مية ليتس جو يا عيال جاهزين مية بالمية يعني ما في حظ خايس خلونا نسويها بالمزرعة حقتنا او الحديقة بيكن اوكي وش ذا ما نبي نضرب طيب بحطها فوق بحطها بالله هذا والله مقيسه يا عيال اوكي بحطها هنا بحط سي دي خلونا نستمع مع بعض بس خلاص أمم، نشوف نجرب هذا وش ذا كله صوت رعب ايه هذا تلفون فيه هيرو براين. والله كله صوت رعب شنو الوضع انا بصوت صوت رعب يمكن في ديسك ديسك شيء مانجمنت او شيء اكويبمنت لايبراري سيف اند فروم ديسك والله في توربينات تعرفون ايش توربينات ما ادري ما شكلكم ما تعرفون البيكن راح اعطى بعدين فاظن طلع لي شيء حلو يعني بيكن واشياء حلوه يعني أه تطوير ثالث تطوير بدي شو ايش وضعه اسوي سرير ثاني جنب السرير هذا عشان يكون شكل حلو يعني أم عندي وول ما عندي دائما انسى يا عيال والله حوزة جزتا تدري او بلوك اوف ستون عندي أمم ايش اشوف شيء عشوائي واسويه قدامكم الحين فيب كي ايش ذا ايرور اوبن جي ال ايش تبي انت كارت ود كمان بلوك طيارات ادري ان في طيارات كثير قالوا لي ادري هالشيء يا عيال لكن يعني سبام انت وش في بعد؟ اي انا قلت لكم من مير بس الحين ما لقيته صبر واحد اثنين ثلاثة نايتمير مير وين البلوكة خلونا نطالع نركز شوي لا خلونا نطالع لا لحظة هذي بق... دامج اي في شيلد ريكوفري ما ادري وش هذا التطوير الاكل أبل كم خلونا نركز بالأمر درايت أوكي ما في شيء أظن نايت مير أنا حاطه هنا أنا متأكد لكن يبيل شوي شوي أمر عليهم أوكي نايت مير. أنا متذكر ماخذ حبتين أظن يمكن داخل هذا باك باك وين راح والله حرام يروح علينا ودي اقتله قدامكم الحين ادعس ادعس ووري الناس اللي قال لا يا عيال تفكس بشقك شق انا يا عيال ما حد يشقني شق عندي آه. جولدن ابل مطور اثنين كل فيها سبيد كي وش هذا سبيد كي طب ودي اذبح الوذر سكلتهم بس مو بالحين لابس والله ما ادري وين راح لكن كنت مخطط يعني بالحلقه هذه اني اسوي هالشي لكن ما ادري ايش في حظ يا ابو كلب فسوينا اشياء كثيره يعني لا مو كثيرة مرة لكن يعني اوي هذا هو النايت هنا بسوي حبة واحدة اوكي بسوي بنهاية الحلقة يعني ك يعني شيء كذا وناسة وكذا ف بجرب حظي ما راح بنق هنا برسم بعيد عشان ما يشقني شق ويخرب عالمي والبيت بعدين اوكي بسويها الحين هذه البيضة يا عيال جاهزين للدعس جاهزين للشك جاهزين للفوز اوكي لو وين راحت الكريت توي؟ الاكل طلع ما يفيد باخذ حبة جولدن ابل مطورة و لحظة في شيء هنا ابي اكل طيب اوكي هذا ويت ويت اهم شيء كنا ويت كيف هنا بعد وهنا وهنا حلو سوينا كثير اكل جاهزين هذا طبعا اهم شيء الخبز انه ما يجوع اللي شاف الحلقة اللي قلت لكم عنها فيعرف هالشيء فلت جو لت جو لتس جو والله بتعبت يا عيال راح اسوي قريب لكن مو بقريب هنا عشان لا يجيب ام العيد لان ما ادري عنه اي شيء نايت مير اسمه ان شاء الله انه ما يقتلني ان شاء الله انه يعني ما يشقني شك <تصفيق> <تصفيق> انت طبعا البيض تيري يعني لا تخافون البيت اذا راحت علينا تروح علينا يعني خلاص فمشكلة ان الليل الحين صار واني مبتلش وما راح تنمت وسويها عشان يمكن يحترق بالليل ما بالصبح قصدي فما ادري فرس بينه فوق هذه جاهزين برس بنو وانا طاير لا ليش تحولت لا اصبر جاهزين يا جماعه واحد اثنين ثلاثه اوف يطير 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 يطير, يطير والله اوه والله ان شاء الله 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 يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله قربنا شيله قربنا شيله لا تهج لا تهج ينفع ينفع والله البو خرافي عيال هني ام اللي قال لي قتلناه بس هذي يعني ايش طيح لي زو كيبر شارد طيب وانا حسبالي ان شيء مره ومره طلع طيب اللي كاتب لي الكومنت هذا الشيء اوكي نايتمير سكيل اوكي اقدر اذا ذبحت اربعة منه يسوي لي سيف ويسوي بيج او هذا من ال... يب صح كلامه هذا من البوسز اللي يطلع لي يعني يفيدنا يعني فصح كلامه والبيج بارتا هذا تحتاج انك تسوي السيف هذا فتحتاج قطع خمسمية دمج تخيل فيب صراحة صح كلامك فيب ف يا تحس من انا حسبته شيء خرافي بس المهم انه اعطانا الطيران يعني يفيدنا طبعا قتلنا اشياء كثيره شوفوا حتى هذا سبيت بق هذا سويته خلف الكواليس قتلته بس احلى شيء شوفوا. شوفوا 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 يا عيال صرت صرت نايت واو والله خرافي تصدقون التحول هذا واو 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 شوف 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 والله يبيله صوره واو والله حلو شكله صراحة الله كله قاعد يطير صدق ما ادري احس انه كذا شعور حلو انه كذا والله حلو الطيران هنا فيه ما هو مو حلو حلو يعني بس انه شكل خرافي و... اوكي حسبت انه معطيني هذا كله اظن انه يعطيني نايت بيجن صراحة لكن اظن هذا تأثير الجولدن ابل بس اظن من غير الجولدن ابل بيدعسني آه مادري ما ادري اعطوني انتم اراكم بالشيء بس يعني قتلنا هذا ثاني بوس نقتله ما ادري اذا هذا هو ولا لا لكن يعني بصور هذه بعد عشان احطها بصورة المقطع عشان ما حد تقول لي ليش بايرت فوكس بعد ولا شيء فيب يا عيال اتمنى يعجبكم المقطع لا تنسون لايك اذا عجبكم المقطع سووا لايك وكذا سووا حركات خرافية فكان معكم مريت فوكس خلونا نشوف الدعم والخرافي منكم ادري انكم ما تقصرون معاي فلبق لكم جميعا ويلا مع السلامة